بسم الله الرحمن الرحيم، أبرم عن زماكم الموقع CE4Arab، وطريقة سريعة لعمل روت لأغلب أجهزة أندرويد. والجهاز المستخدم الحالي هو سامسونج جالكسي جي تي اي 9003، وهو نسخة الفور جيج بشاشة سوبر كلير ال سي دي بنسخة 2.2.1 العربية. الطريقة باختصار، يجب أن يكون لديك برنامج سامسونج كيز. سامسونج كيز بهذا الشكل، يتم تنزيله من موقع سامسونج الرسمي أو من خلال الرابط الذي سأضع في نفس المشاركة. وصل جهازك في الوضعية العادية. الوضعية العادية سيعطيك هذا مباشرة. تم التوصيل، وستجد تعريفات الدرايفرز في أول مرة في الجانب الأيمن لجهازك، ثم ستجد هذا الشعار أو هذه النافذة جي تي اي 9003. هذا يدل على أن الجهاز معرف على اللابتوب. هذه أول خطوة، ثم نذهب للبرنامج. فضلا أغلق برنامج سامسونج كيز ولو بالقوة، ولو بالقوة. كلوز تاسك ستارت تاسك مانجر، ثم ابلكيشن ان تاسك. هذه أول خطوة. الآن افتح وان كليك، سوبر وان كليك. في الرابط ستجد هذا الملف، فك الضغط عنه. الآن نأتي إلى جهاز سامسونج جالكسي. افصل السلك اليو اس بي، ثم اذهب إلى الضبط أو سيتنج، ثم وايرلس أو الشبكة اللاسلكية، ثم اذهب إلى وضع باسم ضبط يو اس بي، واختر الخيار الأخير وهو اسأل عند التوصيل. اسأل عند التوصيل. هذه الخطوة ليست ضرورية، هي خطوة احتياطية. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية ضرورية، اذهب إلى التطبيقات من سيتنج أو ابلكيشن باللغة الإنجليزية، ثم اذهب إلى التطوير ديفلوبمنت، ثم اختر تصحيح يو اس بي. الآن اضغط موافق. كل ما عليك الآن أن توصل الجهاز من جديد. وصل الجهاز بالوضعية يو اس بي دمب أو وضعية تطوير. ضع الجهاز، ستأخذ هذه الخطوة القليل من الوقت. اذهب إلى برنامج وان كليك، السوبر وان كليك اي اكس اي، واضغط رن از ادمنستريتر، أو باللغة العربية افتح كأدمن أعتقد، أو اضغط الآن ثم اضغط يس. لاحظ هذا البرنامج يوجد فيه روت، كلمة روت، شيل روت، ان روت، ولو نون ماركت. احنا نريد الان روت، اضغط روت. ستأخذ هذه بعض الوقت، تقريبا دقيقة او دقيقتان. لن يحدث شيء في جهازك. يجب أن يظهر لك نفس هذه الكلمات تقريبا. عند الانتهاء سيعطيك خيارين. الخيار الأول هو عمل تيست، أي أريد أن أجرب أن الروت يعمل، والخيار الثاني هو نو. أضغط نو لتسريع العملية لا أكثر. يجب عمل ريستارت بعد هذه الخطوة.
ستجد برنامج سوبر يوزر موجود في جهازك بدون ريستارت، ولكن لأفضل أداء اعمل ريستارت فضلاً. لاحظ كلمة pushing super user، هو يضع السوبر يوزر في فولدر apps أو app داخل system الخاص بالجهاز. هذه الكلمة ستظهر. root file has been installed، أي أن ملف الروت تم تنزيله. would you like to run a test، هل تريد أن تجرب أو تعمل تجربة؟ اضغط no. بعد هذه الخطوة الآن لديك root، أغلق البرنامج، لن ينغلق، أغلقه ب اغلاق بقوة من خلال التاسك مانجر. تم اغلاق البرنامج بعد مدة. اذهب لجهازك، ستجد التالي. اذهب للبرامج، ستشاهد وجود سوبر يوزر. جهازك صحيح يوجد فيه سوبر يوزر الان، ولكن للحصول على اعلى اداء من ريستارت او اطفئ الجهاز واشغله من جديد. ايقاف التشغيل. الان لديك سوبر يوزر في جهازك، اي الروت. ممكن من خلال هذا الروت أن تعمل تفعيل للماركت الأجنبي، أو ممكن أن تتحكم بالبرامج الداخلية لجهازك، أو ممكن أن تعمل العديد من هذه الخطوات. سيتم إن شاء الله في الفيديو الثاني شرح كيف تحذف برامج أساسية داخل جهازك. للقاء آخر إن شاء الله في الفيديو الثاني.